أشرف السيد منشيدي عز الدين رئيس مجلس قضاء سيدي بالعباس يوم أمس الخميس على افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء سيدي بالعباس. وقال السيد منشيدي في كلمة له بهذه المناسبة بأن الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 الذي شكل محطة رئيسية لبناء مؤسسات جديدة، مشيرا إلى أن استقلالية السلطة القضائية من أبرز المحاور التي جاء بها تعديل الدستور الأخير والإصلاحات النوعية التي أحدثتها والتي تتضمن تعزيز صلاحية مجلس الأعلى للقضاء وتوسيع المشاركة القضائية فيه. وتوسيع المشاركة فيه بما يضمن التمثيل الكافي للقضاة ونقابتهم. كما ضمن الدستور الجديد الحقوق الأساسية للدفاع في ممارسة مهامه ووفر له الضمانات القانونية التي تكفل حمايته من كل أشكال الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية. وفي إطار القانون، فضلاً عن توفير الضمانات للمتقاضي والتي تحميه من أي تعسف. مكاتب المحضرين 1479 ملف تنفيذ، تم تنفيذ 1886 المطابقة على مستوى مكاتبهم 91 نسبة التنفيذ 93.83. إن من صلاحية النيابة الإشراف على سير المؤسسات العقابية ومراقبة الولاية الجزائية والصحية للوزراء والتكفل بانشغالاتهم. في هذا الإطار تم تسجيل 2353 إرسال، تم الرد على 2243 في 110 في طور الإنجاز نسبة الفصل 95.33. كانت عملية متابعة تتميمهم بنجاح، عدد معتبر منهم بحيث وصل ناجحين في امتحان شهادة البكالوريا 58 نجاح 41.6%، امتحان الشهادة العليا 52 ناجح نسبة 141%. كما أنه في إطار نفس الإطار تم تسجيل استجابات 102 محبوس من نظام الإخراج المشروط، 343 محبوس من إجازة الخروج، 6 من السوار الإلكتروني.